الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. خفضت أسعار صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في العراق مجددا في البورصة الرئيسة بالعاصمة بغداد وفي أربيل. وقال مصدر مالي إن بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد سجلتا سعر صرف بلغ 160,600 دينار عراقي مقابل كل 100 دولار أمريكي، فيما كانت الأسعار قد سجلت صباح أمس 158,500 دينار عراقي لكل 100 دولار. أما في أربيل فإن أسعار الدولار في البورصة سجلت ارتفاعا أيضا عن صباح يوم أمس، حيث بلغ سعر الدولار للبيع 162,500 دينار لكل 100 دولار أمريكي، وبلغ سعر الشراء 162,475 دينارا. أكد اتحاد الجمعيات الفلاحية تأثير القطاع الزراعي بهبوط قيمة الدينار وارتفاع أسعار الدولار، داعيا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لكبح الدولار وتعويض الفلاحين الذين تضرروا بصعوده. وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية حسن التميمي إن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي أثر بشكل سلبي على القطاع الزراعي والمستهلك بشكل عام، حيث إن ارتفاع الدولار يؤثر على أسعار نقل المواد الزراعية والبضائع الأخرى، ما ينعكس سلبا على المواطن. وطالب رئيس الاتحاد بدعم الفلاحين من خلال تخفيض تكلفة أسعار المواد في الأسواق العراقية، محذرا من أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى نتائج سلبية على أصحاب الدخل المحدود في العراق. أكد رئيس غرفة التجارة في ديالى محمد ملا جواد التميمي إن إمدادات بيض المائدة من كردستان العراق تضاعفت بنسبة 20% خلال الأسبوع الجاري. وقال التميمي إن إمدادات بيض المائدة من كردستان باتجاه ديالى ومنها إلى بغداد وبقية المحافظات تضاعفت خلال الأسبوع الجاري بنسبة 20%، وهي تمثل زيادة كبيرة جدا، مضيفا أن الجزء الأكبر من الزيادة في إمداد شحنات بيض المائدة ذهبت إلى تجار يشكلون حيتانا كبيرة يحاولون احتكارها ودفع الأسعار إلى البقاء في مساراتها الحالية، وهي مرتفعة جدا ولا تتناسب مع أوضاع الملايين من الفقراء. أعلنت شركة تسويق النفط العراقية أن الشركات النفطية الصينية والهندية تصدرتا شراء الخام العراقي خلال شهر كانون الأول الماضي. وذكرت سومو أن الشركات الصينية والهندية كانتا الأكثر عددا من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي، وبواقع 7 شركات لكل واحدة منها من أصل 36 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر كانون الأول الماضي. وأوضحت أن الشركات الكورية الجنوبية جاءت ثانيا وبعدد 4 شركات، وجاءت الشركات الأمريكية والإيطالية ثالثا وبعدد 3 شركات لكل منهما، ومن ثم جاءت الشركات اليونانية رابعا بعدد شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات الإسبانية والتركية والروسية والإماراتية والمصرية والأردنية بواقع شركة واحدة لكل منهما. انتعشت أسعار النفط الخام حيث قدمت آمال تعافي الطلب في الصين بعد خروجها من قيود جائحة كورونا الدعم بعد انخفاض الأسعار في الجلسة السابقة بفعل مخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي. وزادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.49% إلى 86 دولار و52 سنتا للبرميل بعد انخفاضها بنسبة 2.3% في الجلسة السابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.34% لتصل إلى 80 دولار و40 سنتا للبرميل. وتفاقمت المخاوف الاقتصادية بسبب زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الأمريكية التي تم الإبلاغ عنها بعد استقرار السوق يوم الثلاثاء. والآن إلى أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن.
تامل موجز إلى اللقاء.